السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. في هذا المقطع سنلعب بمود غودزيلا. نعم يا رفاقي، اخيرا حصلت على هذا المود، وحصلت كذلك على مود اخر مميز لان شيدو. لن اتحدث بل شيدو فقط. اذا قمت بالمجيء الى هنا وغيرت لمود غودزيلا شيدو الذي سيحدث اصدقائي، انا الان اتحكم في مود زيلا بلا اي مشاكل. لكن اذا خرجنا للسبونر مود ستلاحظون بان مود غودزيلا كبير وطريقه الفيو سيئه جدا. علينا التحكم في غودزيلا بهذه الطريقه، يجب ان يكون الفيو هكذا. لكن مع الاسف الفيو فانه سيء جدا. بحثت طويلا صراحه لكي استطيع يا اصدقائي ايجاد مود او شيء ما لكي نقوم بتغيير الفيو مثل مود كينج كونغ الذي نشرته معكم سابقا. واخيرا وجدت هذا المود اسمه الفات كام، بحثوا عنه، هو موجود في موقع الموطاش. اذا جئنا لي اين هي بالضبط؟ نعم هنا للكاميرا اوف سيت، ففي امكانكم المجيء للزد وتغييرها لناقص 2 تقريبا، لا اتذكر جيدا. وفي الواي عليكم تغييرها لناقص 50. والشادو يا اصدقائي الشيء الذي سيحدث الان، بعدها سناتي الى هنا وسنختار نعم سنضيف قليل من البوس مثلا اكس 20 فانها تكفينا، وسناتي هنا لكرييت كاميرا. والشادو الشيء الذي سيحدث، رايتم يا اصدقائي قمنا بتغيير الفيو والان سنستطيع التحكم بشكل جيد في مود غودزيلا. لا زلت غير سعيدا بهذا الفيو لاني لا استطيع يا رأسي جيدا، لهذا السبب سأعيد تغييره. معكم الوحش غودزيلا. هذا الوحش يا أصدقائي سنقوم بتدمير العالم به. المشكلة هو أن بعد تشغيلي مود الكاميرا لا أستطيع أن أستعمل سبونر مود، مع الأسف لكي أستطيع إظهاره لكم بشكل جيد. المهم هذا هو الوحش غودزيلا. أوه لا خسق، تلك الشاحنة يا أصدقائي كانت هي السبب في سقوط غودزيلا. سأشغل الآن قدرة غودزيلا لأنكم كما تلاحظون فإن مع الأسف ستحدث لها جليتشات ولن يستطيع تدمير السيارات التي تتمشى أسفل منها، لهذا السبب علي إضافة الآن القدرات لغودزيلا. بعد إضافة القدرات لغودزيلا شاهدوا أي سيارة جاءت له الآن فإنها ستنفجر وسيتم تدميرها نهائيا. طريقة القفز، هل سنستطيع القفز باستعمال غودزيلا؟ شاهدوا لقد قفزت شيئا ما، لكن غودزيلا فإنه لم يقفز. حسنا هيا غودزيلا اصعد في تلك البنايات، هل ستستطيع؟ شاهدوا واو غودزيلا خطير، غودزيلا خطير جدا صراحة. طريقة تحركه أفضل بكثير من كينج كونغ. كينج كونغ إذا تذكرتم لم أستطع نهائيا تحريكه بطريقة جيدة لأن دائما الجليتش تحدث. بالنسبة لغودزيلا على الأقل أستطيع تحريكه يا أصدقائي، رغم بأن بالفعل يعلق في عواميد الكهرباء وتلك الأمور، لكن صراحة غودزيلا خطير. حسنا يا غودزيلا يا دمر سيارات لأن علينا الحصول على النجمات. أحسنت يا غودزيلا، دمر تلك الشاحنة يا غودزيلا، جميل. لكن ماذا؟ لقد صعد يا أصدقائي غودزيلا وشيد الجليتشات. السكيل الخاصة بغودزيلا حدث فيها الجليتشات. هل سنموت؟ هل سنموت؟ لا لم نموت، جميل. رغم أننا سقطنا من السماء لم نموت، وها نحن الآن صعدنا للبارك لوت. هي غودزيلا هي تحرك. هل ذلك العمود؟ عمود الكهرباء البسيط جدا، أقافك. أنت قوي يا غودزيلا، في إمكانك تدمير تلك العواميد وعدم الإحساس بها نهائيا. بعد معاناة طويلة حصلنا على نجمات الشرطة، 5 نجمات. وجئت للمطار لأن المطار واسع وشاسع، لن تحدث لنا هناك الكثير من الجليتشات. هذه هي طريقة المشي، طريقة المشي ثقيلة. شاهد لقد تمشي الهواء لوحدها يا أصدقائي. المهم غودزيلا لاحظت بأن الجليتشات فيه بالرغم من أنها قليلة شيئا ما، لكنها يتشابه كثيرا مع مود كينج كونغ من ناحية الجليتشات. إذا حاولت الآن ضرب رجال الشرطة بالفيست فإني لا أستطيع أن الآن أضرب، لا أستطيع. هل في إمكاني أخذ الأسلحة؟ أنا الآن أحاول أخذ الأسلحة، نعم في إمكاني، لكن عليه أن يقف أولا. حدثت له نفس تلك الجليتش التي حدثت لكينج كونغ سابقا. نغير لي سوبرمان على السريع وبعدها سنعيد تغيير لي غودزيلا. الآن الجليتش لن تحدث، أستطيع أخذ الأسلحة لكن ليست لدي أي أسلحة. نعطي لأنفسنا الأسلحة على السريع لكي نكتشف هل غودزيلا سيستطيع استعمال الأسلحة أم لا. أخذت الماشين جان، نعم سيستطيع. الماشين جان بانه يسدد وسط من جسده، رايتم سافعل الان زوم في المونتاج لكي تروا الماشين جان جينا. يسدد وسط من جسده. بالنسبه للروكيت لانشر نفس الشيء كذلك، لكن لا استطيع رؤيه النقطه الخاصه بالايمين نهائيا. النقطه هي صغيره لكن رغم كل هذا فانني لا استطيع يا اصدقائي التسديد. جيد لقد سددتها في تلك الاثناء، ومع الاسف غودزيلا لقد سقط، رجال الشرطه لقد اسقطوه والان سينزل اسفل من العالم. توقعت ان غودزيلا لن تكون في جليتشات لكن نفس الشيء، غودزيلا كذلك في جليتشات. بما انك يا غودزيلا فيك الجليتشات، لما لا نحاول سرقة هليكوبتر او سرقة شيء ما وسنجرب هل غودزيلا سيستطيع اصلا سياقة تلك الهليكوبترز ام لا. ندمر اولا رجال الشرطة اولئك، احسنت لقد فجرناهم. هيا تحرك تحرك يا غودزيلا بسرعة بسرعة، رجال الشرطة جايين. اوه لقد طار اصلا، اسرع اكثر من اللازم. هيا جرب الصعود في سيارة الصوات الان، احسنت احسنت، ممكن انه يريد الصعود. هيا لقد ضغطت على اف، اسرع اسرع اسرع، اصعد اصعد يا غودزيلا.
غودزيلا عالق على معتقل، هي تحرك تحرك تحرك، اخرج من ذلك المأزق يا غودزيلا. لماذا علقت يا غودزيلا؟ هل ستغضبني الآن كما أغضبني كينغ كونغ؟ ها نحن جئنا لهذه المنطقة التي لا توجد فيها أمور ستزعجك يا غودزيلا، اصعد. ضغطت على إف، أعدكم أنني أضغط الآن على إف بكل قوتي، وغودزيلا نهائيا لا يريد الصعود في السيارات. شاهدوا لقد ضغطت، هو الآن يحاول، رأيتم هو الآن يحاول. أو ما هذا؟ لقد تنقلنا اوتوماتيكيا لهذه الضفة، هذا شيء غريب. غودزيلا على الاقل لقد حاول الصعود في السيارات لكن مع الاسف لم يستطع. لا تريد ان تصعد؟ دمرهم. شاهد شاهد احد قدرات غودزيلا يا رفاق، شاهد يستطيع رفع السيارات وبعدها سيقوم بانزالها. الان غودزيلا مركز، رايتموه في وجهه ومركز. بوم، واو لقد فجر السيارات. هذه احد قدرات غودزيلا، بما انه لم يستطع الصعود في تلك السيارات لما لا نقوم بتدميرها. شاهد تلك الهليكوبتر بدات تتخلخل، لما لا نحاول الركوب في هاته؟ انا الان اضغط، هو بالفعل يتحرك كانه يريد الصعود لكنه لا يستطيع. لهذا السبب سنستعمل الموضوعات الان وسنكشف هل سنستطيع الركوب ام لا. ناتي الان لتليبورت انتو كلوزت فيكل، بالفعل لقد ركبت لكن لا استطيع تحريكها. لا 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 بل استطيع. ركبنا يا اصدقائي في الشاحنه، غودزيلا يستطيع. السبب هي الجليتشات التي تحدث، الجليتشات التي تحدث هي التي منعت غودزيلا من الركوب، وبالفعل لقد ركب. لم يركب في تلك الطائره بل قرر الركوب في الشاحنه. طريقه ركوبها غريبه جدا، شاهدوا ديله الان هو نزل اسفل من العالم، رايتم؟ واو طريقة رائعة صراحة، ممتعة ومضحكة. هناك الطائرة الكبيرة، عين الابتعاد عين الابتعاد. لا اريد من تلك الطائرة الكبيرة ان تنفجر لانني ساحاول اكيد الصعود فيها. انزل، احسنت لقد نزلت، هي طريقة نزول غودزيلا يا اصدقائي. لا سينزل اسفل من العالم، لا يا غودزيلا علي انقاذك، فرصتك يا غودزيلا. جيد ضغطت وركبت، ركبت يا اصدقائي مباشرة. هيا 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 علينا الطائرة، علينا الطائرة يا اصدقائي، رجال الشرطة جايين، اتمنى فقط الا يقوم بتفجير الطائرة. احسنت احسنت يا غودزيلا. بالنسبة للطائرة الكبيرة ركب فيها غودزيلا مباشرة بعد ضغطي، تم تنقيله اوتوماتيكيا للطائرة. واو شيء خرافي جدا، نجمع العجلات، جميل استطعنا الطيران. يا شاهدوا ديال غودزيلا، ديالو طويل. لقد دخل وسط من الطائرة العملاقة، اخترق غودزيلا. احسنت يا غودزيلا، وجلس فوق منها مثل كينغ كونغ، نفس الشيء تقريبا بالنسبة لكينغ كونغ. واو طريقة خرافية، منظر رائع. هدفنا الآن وتحدينا الآن هو الهروب من رجال الشرطة، وبعدها سنفعل تحدي آخر وهو أننا سنحاول الهروب من النيازك. نعم سأشغل مود النيازك وسنحاول الهروب منهم بعد الهروب من رجال الشرطة. هناك هيليكوبتر ندور هنا على اليمين، ولا تنسوا أنني هناك هيليكوبتر أخرى ندور من هنا. لا بل رأوني، ها قلبتها 360 يا حبيبي. حسنا سنصعد للسماء لأن بصعودنا للسماء وباستعمال استراتيجيات العلو الهليكوبترز لا تستطيع مع الأسف، لديهم حد معين يستطيعون الوصول له وبعدها فإنهم لا يستطيعون نهائيا الطيران للسماء عكس الطائرات العملاقة. وكما قلت لكم ها نحن هربنا من رجال الشرطة بسهولة تامة. الآن سأفعل مود النيازك. تم تفعيل المود، الكارثة ستحدثنا ولقد ضربني النيزك، هذا لا يعقل. شيء 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 النيزك يا اصدقائي، غودزيلا يسوق في الطائرة العملاقة الخاصة بالمسافرين في مود النيزك. واو النيزك نازل بالخلف منا ونحن الان نحاول النجاة بحياتنا. هل تعتقد اننا سنفعله؟ اكيد سنفعله، غودزيلا خطير في سياقات الطائرات. رغم انني اصبت اصبت، تحويل تحويل لقد اصيب جناح الطائرة، تحويل تحويل لقد انقلبت الطائرة. لن ينقذني اي احد بل ستنقذني مهاراتي في السياقة. سنحاول النزول يا اصدقائي لاننا اذا اصابنا نيزك وسقطنا في هذه الاثناء سنموت، اعدكم اننا سنموت. هيا هيا اهرب اهرب يا غودزيلا، اخرج من الطائرة يا غودزيلا، استعمل الباراشوت. هاي الباراشوت لقد خرج من مؤخرة غودزيلا كذلك مثل كينغ كونغ. تحرك يا غودزيلا، هيا لا تعلق يا غودزيلا، اذا علقت الان ستضربك تلك النيازك وستموت. احسنت يا غودزيلا، تحرك اهرب يا غودزيلا، تشقلب واهرب وانجو بحياتك يا صديقي غودزيلا. هذا هو اخر نيزك نزل، شاهدوا. الحمد لله لقد نجونا بحياتنا يا اصدقائي. وصلنا الان لمرحلة التحدي الثاني وهي تحدي الوقوف فوق من اعلى بناية، وهي بناية الميز بانك. ببساطة لانني اذا قرأت الصعود بهذه الشخصيات لن استطيع نهائيا، بل سنتحدى انفسنا لكي نقف فوق من هذه البناية، لان اصلا طريقة التحكم في مثل هذه الشخصيات بعد تغيير البيفوت بوينت وتغيير تلك الامور تصبح صعبة الى مستحيلة. شاهدوا شاهدوا شاهدوا، سنقف؟ لا لن نقف، لأن البيفوت بوينت مائلة كثيرة. جي 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 وقفنا، واو غودزيلا وقف فوق من أعلى بناية وهي بناية الميز بانك. أحسنت يا غودزيلا،
الآن إذا قررنا النزول هل سيتشبط غودزيلا وسيتمسك بالبناية؟ لا بل نزل. وقف في الجانب. أحسنت يا غودزيلا. شاهدوا غودزيلا يا سماعة. هذا الثلاثي اللي قليلاش بدأ يقفز في مكانه. انزل انزل يا غودزيلا يا. لا يريد النزول. لا زال متشبتا بالحياة. أحسنت أحسنت. لا يحدث له أي شيء أصلا بطبيعة الحال لأنه هو غودزيلا دخل الآن وسط البناية. سينزل أسفل من العالم في أي لحظة الآن. غودزيلا لا نستطيع رؤيتك. لماذا اختفيت داخل من بناية الميزمانك يا غودزيلا؟ هل استحييت من الشباب؟ وتريد أن تكتفي بهذا؟ أعتقد ذلك. ونسنكون يا رفاق قد وصلنا لنهاية هذا المقطع. أتمنى أن المغامرات التي عشناها باستعمال شخصيات غودزيلا الأسطورية عجبتكم. إذا كنتم غير مشتركين اشتركوا في القناة. إذا عجبكم المقطع ادعمونا بالضغط على زر لايك. إذا لم يعجبكم اضغطوا على زر ديسلايك. كان معكم ياسين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.